السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا في قناة قناة بي ال سيزون، قناة كل طالب والف منحة التعلم. كنا درنا فورماسيون على الأركجيس، ولا على نظم المعلومات الجغرافية على برنامج الأركجيس ديس بوان تروا على قناتكم قناة بي ال ستودنت. دونك بعد ما كملنا الدورة في ثلاث مستويات، المستوى الأول والثاني والثالث، وشفنا المراحل. دونك اللي يوصل معنا لهذه المرحلة المهم يكون استفاد ويكون ديجا راهو مليح، ولا راهو بيان اتيليزي في الاركجيس، راح يكون يخدم مليح فيه، راح يعرف لي تي اكتر بوكس، راح يعرف بوكو شوز دون سيت بروغرام. دونك نروحو للحاجة المهمة واللي هي كيفاش ندو الشهادة. دونك اللي لحق معنا لهذه المرحلة ولهذا المستوى، دونك لازم يكون مر على كامل هذه لي نيفو، نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3، ويكون شاهد كامل الفيديوهات اللي درناها، باسكو حنا ما ندوش شهادة غراتويتمون غير هكاك، نحوسو ندو شهادة بلي السيد صح خدم معانا. دونك في الأخير نروحو نشوفو كيفاش ندو الشهادة. دونك الشهادة تدوها على كل حال، كنا هدرناها في بداية الدورة بلي أي شخص اللي باغي يدي شهادة ولا يتعلم من المعلومات الجغرافية راح يبدأ معنا من أ حتى للزد. دونك باش تدو شهادة لازمكم ديجا تكونوا تبعتوا معنا الدورة كما حضرنا في الأول، كونوا كملنا كامل النيفو، كنا وكنا نكونوا بريبارينا دوسي اللي سميناه فورماسيون أركجيس. هذاك فورماسيون أركجيس اللي هو هذاك اللي راح تبعثوه لي في اللين ولا في الايميل اللي راح نحطه لكم اسفل الفيديو. هذاك اللين تبعثوا فيه كامل خدمتكم. دونك كي تبعث خدمتك انا نبعث لك الشهاده. دونك هذه هي هذا الفيديو حبيت نديره على جال باش نشرحه لبعض كيفاش راح تكون تدو الشهاده. دونك في الاخير ان شاء الله نكونوا وصلنا لكم معلومه، ولا نكونوا قدمنا حاجه فيها فايده ليكم، ونكونوا شرحنا لكم مش كل ولكن الأهم والأهم في برنامج أركجيس. واللي كان وصل معنا لهذه المرحلة كما قلنا يكون ديجا راه خلاص راه فتح عينيه وبدأ يعرف ديجا كيفاش يخدم في الأركجيس. دونك نقول لكم في الأخير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله.